النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. نعم يا ابني. أستاذ أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهمت. يعني أنا أي أقول لك يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد عليه ويقول وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أي أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي وأنا قبلت. قبلت؟ إيه. قبلت شنو؟ أتزوج بنتك. زوج بنتي يعني؟ إيه. لا 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 يا بنت طلق طلق الحين أقول لك طلق. لا أستاذ مو مطلق. شنو مطلق يا بنت؟ أنا كنت أشرح لك الدرس.